النشرة الرياضية من القدس دوت كوم، أهلا بكم. حسم الترجي التونسي لقاء الديربي أمام غريمه الإفريقي بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب راديس، وبهذا الفوز عزز الترجي موقعه في الصدارة بفارق 5 نقاط عن ملاحق الصفاقسي بعدما رفع رصيده إلى 50 نقطة. احتفل ليونيل ميسي بتسجيل 3 أهداف ليسحق برشلونة ضيف أوساسونا ب7 أهداف دون رد ضمن مباريات الأسبوع 28 من الدوري الإسباني، وبهذا الفوز عزز برشلونة موقعه ثالثا بعدما رفع رصيده إلى 66 نقطة. وصل يوفنتوس رحلة الدفاع عن لقبه في الدوري الإيطالي وتقدم خطوة جديدة بفوزه بهدف نظيف على مضيفه جنوى في المرحلة 28 من المسابقة، هدف اللقاء الوحيد حمل توقيع اللاعب بيرلو في اللحظات الأخيرة من اللقاء ليرفع اليوفي رصيده إلى 75 نقطة. وصل مانشستر يونايتد حامل اللقب نتائجه السلبية في الدوري الإنجليزي وسقط على يد ضيف ليفربول ب3 أهداف نظيفة في المرحلة 30 من المسابقة، وسجل القائد ستيفن جيرارد الهدفين الأول والثاني لليفربول من ضربتي جزاء قبل أن يتكفل لويس سواريز بتسجيل الهدف الثالث لليفربول الذي رفع رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثاني. من جانبه تمكن أرسنال من تحقيق انتصار مهم بعدما تفوق على جاره توتنهام بهدف دون رد، هدف اللقاء الوحيد حمل توقيع اللاعب التشيكي توماس روزوسكي ليرفع رصيد فريقه إلى 62 نقطة. في فرنسا حافظ باريس سان جيرمان متصدر وحامل اللقب على فارق النقاط 8 مع مطارده موناكو بفوزه على ضيفه سانت تيان بهدفين دون رد في ختام المرحلة 29، ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 70 نقطة. أخيرا فاز الصربي نوفاك جيكوفيتش المصنف الثاني بلقب فرد الرجال في بطولة أنديان ويلز للتنس، ففي المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت في الولايات المتحدة فاز جيكوفيتش على السويسري روجيه فيدرر بمجموعتين مقابل واحدة. نهاية النشرة الرياضية، تحية طيبة وإلى اللقاء.